وإنه لا شك أن الرياضة في عالم اليوم خاصة قد تبوأت من الدور الذي تجاوز التقليد منه، فبالإضافة إلى كونها عاملا من عوامل الرقي ومظهرا من مظاهر التطور، فهي اليوم أداة فعالة من أدوات الدبلوماسية الحديثة، تساهم كغيرها من أدوات الدبلوماسية الأخرى في الدفاع عن الخيارات والقناعات وفي التصدي للهجمات المغرضة المضللة، بل وتلعب دورا كبيرا في الترويج الاقتصادي والثقافي والاجتماعي. وقبل أن نتطرق للرياضة كوسيلة دبلوماسية شأنها شأن بقية الوسائل في مختلف الحقول، بودي أن أعرج على مدى أهميتها في المجتمع كفعل حضاري يلعب دورا مهما في التثقف وتبادل الخبر وتقييم المكونات وخلق أجواء التنافس، وكذا دورها في الجانب الصحي ومحاربة الآفات والظواهر السلبية التي تتفشى في المجتمع. إن الرياضة كممارسة ليست وليدة العصر، ولكنها ضاربة في عمق التاريخ، فمنذ القدم كانت تعد من دعائم البناء الحضاري للأمم والمجتمعات. قال الشاعر في هذا المعنى: أرجع إلى التاريخ وانظر ما الذي نهج الرقي لأمة اليوناني، تجد الرياضات التي ولعوا بها كانت دعائم ذلك العمراني.